كعادتنا دايما بنبدا مع حضراتكم اخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها عقد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع استعرض فيه التقرير السنوي لانشطه صندوق تكريم الشهداء والمصابين والخدمات اللي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربيه والارهابيه، وصدق سيادته على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربيه من وزاره الدفاع في الحروب السابقة وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 إلى المستفيدين من الصندوق. جميل. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف مشروعات مستقبل مصر، مشروع الدلتا الجديدة، وده في اجتماع عقده في مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة. رئيس الوزراء أكد أن في حرص من الحكومة على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية اللي بيتم تنفيذها حاليا، وخصوصا في المجال الزراعي، وده تحديدا داخل فيه مشروع مستقبل مصر، مشروع الدلتا الجديدة اللي بيستهدفوا استصلاح وزراعة حوالي 2 مليون فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية على أرض مصر. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض التقرير السنوي لأنشطة صندوق تكريم الشهداء والمصابين والخدمات اللي بيقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق. وجه الرئيس بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق، كما صدق سيادته على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 إلى المستفيدين من الصندوق. وصدق السيد الرئيس أيضاً على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم بي بي. خلال اللقاء أعرب الرئيس عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية في مصر بما لها من إسهام في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويعزز جهود تحويل مصر لمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكداً الأهمية اللي بتوليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة، ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية بما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، بالإضافة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، سعياً لزيادة الاستكشافات والإنتاج وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موقف مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة في اجتماع عقده بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة، وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية اللي بيتم تنفيذها حالياً في المجال الزراعي وبذل ما يلزم لدفع سير العمل بها، وفي مقدمة هذه المشروعات مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة اللي بيستهدف استصلاح وزراعة حوالي 2 مليون فدان تضاف للرقعة الزراعية. امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع جاهزية المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023-2024 وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية والانتهاء من جميع أعمال الصيانة لكل المباني التعليمية على مستوى الجمهورية واستبعاد المدارس اللي بتخضع لخطة صيانة شاملة مع سرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين، وأكد مدبولي أنه في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها المختلفة تحرص الحكومة على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية والتأكد من وجود رصيد مطمئن منها، وأيضاً العمل على مواصلة ضخ هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لهدم مأذنة قوسون الأثرية خلال الأيام المقبلة، وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بيتم تنفيذ أعمال ترميم وصيانة للمأذنة نظراً لوجود شروخ رأسية وأفقية بها مما قد يؤثر على توازنها إنشائياً وفقاً للتقارير الهندسية اللي تم إعدادها بناءً على تقرير الحالة المعمارية والإنشائية للمأذنة.
وكشفت التقارير عن وجود ميول واضحة للمأذنة مما استدعى بدء أعمال الترميم دون وجود أي نية لهدمها أو المساس بها باعتبارها ضمن المباني الأثرية المسجلة في عداد الآثار الإسلامية وتخضع لقانون حماية الآثار اللي بيجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثراً. بالنسبة لأخبار المحافظات، في الفيوم تم تنفيذ 4641 مشروع للشباب ضمن مبادرة مشروعك. أما في الوادي الجديد فقد تم البدء في إنشاء مستشفى الفرافرة المركزي الجديد على مساحة بلغت حوالي 18000 متر. ومن الوادي الجديد للبحر الأحمر تم تجهيز لمعارض أهل المدارس في مدينة الغردقة، وفي قنا تم إدراج إنشاء محطة مياه الكلاحين ضمن المشروعات القومية. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الفيوم تم تنفيذ 4641 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك، وده بتمويل يبلغ 413,179,000 جنيه. والمشروعات دي وفرت حوالي 20,438 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن تسليم الموقع المخصص لإنشاء مستشفى الفرافرة المركزي الجديد للبدء في أعمال الإنشاءات على مساحة أكثر من 18,000 متر مربع، وهيتم التنفيذ طبقاً لأحدث التجهيزات والمواصفات اللازمة لتقديم خدمة طبية متكاملة بإجمالي 57 سرير إقامة داخلي وقسم رعاية مركزة ووحدة غسيل كلوي ووحدة أشعة و12 عيادة خارجية وغرفة عمليات و11 حضانة أطفال. في الغردقة شهدت المدينة التجهيزات النهائية لمعرض أهل المدارس المقرر إقامته بشارع النصر لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للتخفيف عن أولياء الأمور، وبيضم المعرض 20 محل لمنتجات متنوعة ما بين مكتبات ومحلات بيع الزي المدرسي وبيع الشنط المدرسية وبيع الأحذية. في كفر الشيخ أعلن فرع المجلس القومي للمرأة إن الفرع تمكن في غضون عدة سنوات من استخراج 76,000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات وذوي الهمم بقرى المحافظة، وخاصة قرى حياة كريمة بمطوبس، واللي بتشهد إنشاء 603 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة. في دمياط وافقت المحافظة على النزول مرة أخرى بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2023-2024 بمعدل 3 درجات من مجموع 233 ل230 درجة، كما تمت الموافقة على الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للفصول المسائية للخدمات بمجموع 170 درجة، وده تلبية لطلبات أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوي العام والفصول المسائية. في المنيا أعلنت المحافظة إن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة ميتيوم صحة بالمحافظة بلغ 1,458,224 حالة منذ بدء الحملة بكافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة بتجوب المراكز والقرى والنجوع وبتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار. في قنا أكدت المحافظة إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قامت بإدراج مشروع إنشاء محطة مياه الشرب لقرية الكلاحين بمركز قفط بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه.